العظام. اهلا بك يا دكتور. اهلا اهلا حضرتك. طيب انت بخير يا دكتور. خلينا في البدايه نعرف ايه هو لين العظام. هو الحقيقه لين العظام يعني طبعا حاجه مشهوره بين المجتمع المصري والناس طبعا كتير عارفينها او تعرضوا ليها او شافوا نماذج ليها. هو عباره عن نقص في كميه الكالسيوم اللي موجوده في الدم الشخص سواء كده كان طفل او كان انسان كبير. ونقص الكالسيوم ده بيؤدي الى وهن في العظام او ضعف في العظام او يؤدي الى ليونه في تركيبه الجهاز الحركي عموما ومن ضمن العظام بتاعه البني ادم. ده اللي هو لين العظام كتعريف يعني. طب هل لين العظام يا دكتور حضرتك قلت ان هو نقص الكالسيوم بالنسبه سواء للاطفال او للكبار. بالنسبه للاطفال يعني هل بيظهر نقص الكالسيوم ده في مرحله يعني عمريه معينه؟ ونفس الحاجه بالنسبه للكبار برضو نقص الكالسيوم بيظهر في مرحله سنيه معينه؟ اه طبعا. هو يعني كلمه نقص الكالسيوم هنا مش معناها ان ممكن يكون الكالسيوم مش موجود. يعني ممكن يكون الكالسيوم موجود ولكن مش فعال، دوره مش موجود او مش فعال. عشان كده عندنا في انواع الجسم مش بيستفيد من الكالسيوم. بالظبط كده بالظبط كده. عشان كده عندنا انواع من لين العظام. في انواع بتكون نتيجه نقص الكالسيوم المباشر، ان المريض ده عنده سوء تغذيه ما بياخدش كميه كويسه من الكالسيوم، وده يمكن اكتر نوع او هو المشهور. وفي عندنا انواع اخرى يعني ممكن المريض يكون بياخد كميه كالسيوم مش بطاله ولكن الكالسيوم ده بياخده بيفقده عن طريق الجهاز الهضمي. كالسيوم مثلا جسم ما بيمتصش كذا كالسيوم او بياخده ويمتصه ولكن ما بينتفعش بيه، بيكون نتيجه خلل موجود في اجهزه الجسم نفسها. من ضمن برضه الاسباب اللي العظام الشهيره او مشهوره جدا نقص فيتامين د، يمكن ده اكتر، لان فيتامين د وجوده هو العنصر اللي بيوصل الكالسيوم للجهاز الحركي او للعظم عموما. فلو انا عندي كالسيوم كويس كميه معقوله وما عنديش فيتامين د يبقى انا كده مش هستفاد بيه برضه. بس برضه يا دكتور نقص فيتامين د بيبقى برضه بيظهر في مرحله سنيه معينه ولا يعني فيتامين د حسب يعني معلومات ان هو الاطفال عند الولاده ده مهم جدا ان هم يتعرضوا للشمس وان هو حتى ممكن ياخدوا فيتامين د عشان لو عند في مشكله يعوضهم عن النقص ده. هل بيظهر برضه في مراحل ثانيه غير طبعا هو فيتامين د الانسان بيحتاجه او الكالسيوم وفيتامين د عموما بيحتاجه من الانسان من اول يوم في الولاده، يمكن ما قبل الولاده والطفل جنين في بطن امه لغايه اخر يوم في العمر. عشان كده في بعض بقى بنسمع بعض الحاجات المغلوطه ان الانسان مثلا بعد مرحله البلوغ ما يبقاش محتاج مثلا كالسيوم او فيتامين د. بالعكس الجهاز الحركي او العظم عموما ده لا، في حاجه اسمها دوره عظام. دوره العظام دي يعني الهيكل العظمي او العظم بتاع الانسان ده بيحصل له نسبه بناء ونسبه هدم طول ما الانسان عايش. صح. عشان كده بيتغير شكل الجهاز الحركي او شكل الهيكل العظمي مع العمر. بتلاقي الانسان وهو شاب في ال20 يبقى يافع وقوي وجسمه كويس، في ال70 مثلا بتلاقيه بدا ينكمش شويه، الكتله العظميه بتبتدي تصغر في الحجم شويه. فمعدل البناء والهدم هنا بيختلف. يعني لو في شخص بياخد كميه كويسه من الكالسيوم وفيتامين د وهكذا ده بيبقى دايما عظامه سليم. وعلى العكس تماما اللي ما بياخدش كالسيوم كويس او اللي ما بياخدش فيتامين د كويس بيبقى عظامه مش سليم. طب ازاي نقدر نخلي الجسم يستفيد فعلا من فيتامين د او فيتامين او الكالسيوم؟ وازاي نقدر ناخدهم؟ هل يفضل ان احنا نستعين باغذيه معينه يعني الكالسيوم بيبقى فيها غني ولا الفيتامينز اللي هي ممكن ناخدها من الصيدليات؟ الحقيقه لو احنا قسمنا الانسان مراحل هنلاقي بقى ان الانسان في بدايه حياته خالص هو جنين في بطن امه او اثناء مرحله الرضاعه المبكره اللي هي الطفل ما بياخدش اي تغذيه خارجيه، دي مسؤوليه الام. لو الام عندها مخزون كافي من الكالسيوم وفيتامين د الطفل هيطلع كويس. لو الام ما عندهاش المخزون الكافي بالتالي هيبقى نسبه الكالسيوم في اللبن عندها ضعيفه، بالتالي الطفل مش هيستفاد كويس سواء في مرحله الحمل او مرحله الرضاعه. فلو فرضنا ان الطفل اخذ كميات كافيه في الكالسيوم في المرحله دي وفيتامين د، بعد كده نقول طيب انا ممكن الطفل او الكبير او الشاب يعني بياخد كميات كالسيوم كويسه وبياخد فيتامين د كويس، لكن ممكن فيتامين د ده برضه بيمر بمراحل لابد من تنشيطه، وعشان ينشط فيتامين د بيمر بثلاث مراحل اساسيه. بيمر بمرحله من الولاده بيمر بنفس المراحل. طبعا شور يعني بيبتدي فيتامين د، احنا مثلا اخذنا فيتامين د اهوت بناخده في صوره بيور او صوره عاديه خالص، لابد بيمر عشان يشتغل لازم مراحل تنشيطيه ثلاثه. اول مرحله واهمها ان هو الانسان يتعرض للشمس ويتعرض جلده للشمس، مش مثلا يقعد بهدوم او حاجه زي كده. الشمس بيبقى ليها اضرارها يا دكتور؟ لا احنا هنقول معينه هنقول التعرض للشمس ده بيبتدي يحول فيتامين د الغير نشط الى فيتامين د نشط.
وبعد كده بيمر هذا الفيتامين د الناشط من مرحله ثانيه في الكلى ثم الكبد، بعد كده يبتدي يبقى هو كده يشتغل على هذا الاساس. لو في خلل عندي في التعرض للشمس او في الكلى او في الكبد ممكن يؤدي الى عدم نشاط فيتامين د ويؤدي بعد كده الى الانعظام. بس ايه هي نوعيه الخلل سواء في الكبد او في الكلى اللي ممكن يخلي الجسم ما يستفدش من بدايه الشمس؟ الشمس مش هينفع اتعرض مثلا اثناء الظهيره في جو حر زي الايام دي لان ممكن اجد اضرار شديده منه طبعا. انما ممكن جدا في الساعات المبكره من اليوم او الساعات المتاخره من اليوم. في ناس يقول لك طب العصر ينفع؟ اه ينفع. طب الظهر ينفع؟ ينفع يعني، بس طبعا الحراره بتاذي، فاحنا بنخلي معدل التعرض حسب درجه الحراره، درجه الحراره عاليه شويه بنقلل فتره التعرض وهكذا. في برضه سؤال مهم، طب اتعرض قد ايه في اليوم؟ المعدل المعقول من ثلث ساعه لنص ساعه، ده كويس جدا بالنسبه للاطفال او الكبار. طيب احنا مثلا خلاص الطفل مثلا اخذ فيتامين د وبدا ثلث او نص ساعه بيبقى كفايه جدا سواء للصغيرين او الكبار. مش اكتر من كده بالظبط كده. لا ممكن يعني مش هتفرق بقى لو هو قادر. بس عموما الفتره اللي هنقدر نستفيد منها هي الثلث ساعه ونص ساعه. وطبعا كل ما كان الانسان قريب من الشواطئ كل ما كان افضل شويه، حاسس بقى الشمس اكثر نقاء والجو اكثر نقاء. نبتدي بقى نقول طب فيتامين د هنا حصل له نشاط، طيب هيشتغل كده؟ لا، لازم يعدل مع الكبد او الكلى عشان خاطر يبتدي ينشط زياده عن كده. فطبعا في معظم البشر الحمد لله الكلى سليمه والكبد سليم. في حالات ربنا يحفظ الجميع يعني، لو في فشل كلوي او فشل كبدي او ضعف في وظائف الكبد والكلى، ده طبعا بيؤدي بعد كده الى الانعظام، بس ده له خصوصيه معينه ناشئه عن الفشل الكلوي او فشل الكبدي. الحاجه المهمه بعد كده، طيب يعني اكثر فترات المحتمله لدين العظام هي لها علاقة بطريقة النمو أو بمعدل النمو. عندنا فترتين في حياة الإنسان معدل النمو فيها سريع جدا، اللي هو أول سنتين من العمر ومرحلة البلوغ. أول سنتين ومرحلة البلوغ. أول سنتين طبعا بيكون الطفل في مع أمه مع باباه، يعني بيهتموا بيه بيأكلوه بيغذوه، لكن في بعض الأطفال بيجي لهم سوء تغذية ونقص كالسيوم نتيجة سوء تغذية، سواء مثلا أم مش موجودة لأسباب، سواء مثلا ما فيش خبرة كويسة في الرضاعة، هي ما بتاخدش كميات كويسة من اللبن. بس بتظهر بأعراض معينة يا دكتور، يعني سواء اللي هو نقص الكالسيوم أو نقص فيتامين د، بتبقى ليها أعراض معينة؟ في الأعراض المبكرة طبعا بيكون الطفل متأخر في التسنين، متأخر في المشي، يبتدي يمشي يحصل تشوهات في عظام رجليه، في عظام إيديه لو هو بيزحف. وصلي مثلا في حصل تقوس في الساقين. اكتر الاجزاء في النظام بتكون اكثر تاثرا هي الايدين والاطراف. الايدين يبتدي يحس ان في انتفاخات موجوده حول المفاصل في الرزغين والانكل الكاحلين. بس ليه اكتر يعني الاطراف ان هي تاثرا ويظهر فيها اكتر من العظام؟ عشان الوزن. الطفل يبتدي يمشي ويدوس، يبتدي يحصل تحميل على العظم، العظم مش قادر يشيل بكفاءه، يبتدي يحصل له اوجاجات او تشوهات. عشان كده لو العظام جه بدري قوي والطفل بيزحف تبان قوي في ايديه، ايديه تتعوج. لكن غالبا ما بيظهرش الا في السنه الثانيه من العمر يكون الطفل بدا يمشي. وانس بدا يمشي او بدا يتحرك يبتدي يظهر بقى في الطرفين السفليين. وطبعا الدرجات بتختلف حسب درجه الانعظام. لو الطفل وزنه زياده شويه دكتور ده ممكن ياثر اكتر من ضمن العوامل طب. طبعا يعني ليه العظام؟ يعني ساعات الامهات بتهتم قوي انها تاكل اطفالها حاجات فيها سكريات كتير او حاجات فيها نشويات كتير، بس العيل طفل وزنه حلو وتقيل ولكن عظمه ضعيف جدا، وده مشكله. يعني احنا بننبه الامهات مش مشكله وزن الطفل، يعني ساعات الام بتقيس صحه الولد وزن الطفل اطلاقا. الطفل قد يكون رفيع جدا مثلا ووزنه يعتبر بالنسبه للاطفال العاديين قليل ولكن صحته زي الفل. يعني احنا بنقيس الطفل بنشاطه وكفاءته، يعني ممكن يكون مثلا كميات اللبن بياخدها كويسه، كميات منتجات الالبان والاسماك والبيض واللازم منه ده كويس، وهو طفل متحرك فيكون رفيع. انما هي مش صح خالص ان احنا نقيس الطفل بوزنه ولكن بنقيسه بكفاءته وقوه عظام. المرحله بقى الثانيه اللي تعتبر اهم شويه مرحله البلوغ. مرحله البلوغ اللي هي تقريبا من سن مثلا 10 12 سنه لغايه سن 16 سنه بيكون الشاب او الفتاه في شده الاحتياج لكميات كويسه جدا من اللبن والكالسيوم والحاجات اللي زي كده لبناء هيكل عظمي سليم مدى الحياه. وطبعا اخص هنا بالذكر البنات بالذات تحديدا في هذه المرحله. ليه اكتر البنات يا دكتور؟ طبعا شور، لان هي البنت في هذه المرحله تبتدي بقى تتحجب، تبتدي ما تخرجش كتير، تبتدي مثلا تنعزل عن الشمس. كتير قوي بنسمع حته مش بحب اشرب لبن، مش بحب اكل بيض. كتير خاصه في السن ده بيبقى صعب جدا انهم يتقبلوا بسهوله انهم يشربوا اللبن. في بعض المناطق في زواج مبكر للبنات. بتفرق يا دكتور بالنسبه للبن سواء كان الدسم او خالي الدسم؟
دي نقطة مهمة جدا حضرتك سألت عليها، لأن فيتامين ده الحقيقة بنسميه فات سوليبل فيتامين، يعني فيتامين يذوب في الدهون. يذوب في الدهون بمعنى ايه؟ بمعنى هو موجود في الدسامة بتاعت اللبن او القشطة او الحاجات اللي زي كده. اذا لما اخد لبن خالي الدسم انا هستفاد بالكالسيوم فقط، مش هستفاد بالفيتامين ده. الكالسيوم اكتر في خالي الدسم من، لا هو الكالسيوم موجود سواء في ده او في ده بنفس بنفس الكميه بنفس النسبه والكميه، انما فيتامين د، فيتامين د موجود في دسامه اللبن. اذا اللبن منزوع الدسم قليل فيتامين د، فيتامين د فيه قليل، النسبه فيه قليله. عشان كده موجود بكثافه او بغزاره في الدهون اللي هي موجوده من الحيوانيه، مثلا زي السمن، زي الزبده، زي القشطه. عشان كده بنقول رجيم كتير وبنمنعوا الحاجات دي خالص، يعني ممكن ندخلها على فترات كميات قليله عشان نستفاد. هيبقى ليها بدائل، يعني لو حد فعلا عايز يستفاد ان هو يزيد في وزنه، فبالتالي هيبتعد عن ان هو ياخد لبن كامل الدسم. هل في بدائل ان هو ممكن يستفيد برضه بفيتامين د؟ هو موجود في بعض الخضروات وبعض الاشياء، يعني الاغذيه، ولكن زي ايه دكتور؟ الخضروات في الخضروات، يعني الخضروات عموما، الخضروات الورقيه عموما، وفي السمسم موجود برضه كالسمسم بصفه عاليه. بس انا يعني عايز اقول ان اللي عايز يعمل رجيم مفيش مانع انه يقلل، ويقلل خالص يعني، بس ما يمنعش، بس يعني ما يمنعش، ما يمنعش 100%. يعني مثلا بدل ما ياخد مثلا كميه مثلا معينه من الدهون يخليها 10% من الكميه، 15% من الكميه، دي هتفيده وفي نفس الوقت برضه هتحافظ على وزنه وحاجات زي كده. بس ان هو احيانا هم يلجأوا لحبوب او مقويات فيتامين د او كالسيوم خاصه في السن ده، هل حضرتك يعني تشجع على حاجه زي دي ولا يركزوا اكتر على نوعيه التغذيه؟ والله هي التغذيه الطبيعيه افضل بمراحل بمراحل، وزي ما بنقول يعني لو احنا مثلا في مثال، هل ينفع ناخد جميع الاطعمه ونخليها في صوره حبوب او عقاقير والانسان ما ياكلش واعتمد عليها؟ طبعا ده ضد المنطق طبعا. ولكن بنقول مثلا احنا مثلا جالنا مريض او جالنا انسان عنده نقص كالسيوم، عنده نقص فيتامين د، نبتدي نعوضه طبعا بالعقاقير وادويه، وموجوده كتيره في السوق المصري ودي سهله متوفره يعني. بس احنا مثلا بنقول، وطبعا كنا بنتكلم على البنات في سن البلوغ وكده، مرحله برضو حاجه الزواج المبكر في الفتيات في الصعيد او في قرى مصر. طب بتكون ايه اعراضها عند البنات يا دكتور او الولاد في سن البلوغ؟ بالنسبه للعظام او نقص الكالسيوم او فيتامين د، اشهر حاجه اللي هي بدايه بتبتدي صعوبه المشي. بايه؟ صعوبه المشي. صعوبه المشي بتلاقي مثلا البنت او الشاب، بتيجي في بنات اكتر بكتير، يعني يمكن كل 7 أو 8 بنات في مقابلهم ولد واحد. فتبتدي البنت من دول تبتدي تلاقي عندها صعوبه في المشي، متاخره عن زمايلاتها شويه، مثلا لو بيمشوا مثلا هي مش قادره تواصل معاهم بنفس الريتم بتاع المشي بتاعهم. عندها صعوبه شديده في طلوع ونزول السلالم، يعني تيجي مثلا طالعه سلم مش قادره تطلع. صعوبه تعب ولا الام؟ لا مش الام، يعني هي مش قادره، هي مش قادره خلاص. لكن مش الام حتى، يعني تحس انها مسنه شويه. يعني بنت مثلا سنها 13 سنه 14 سنه، لكن مثلا عشان تطلع السلم ممكن مثلا واحده قارنتها في السن تطلع جري مثلا دورين ثلاثه، هي تطلع بصعوبه شويه في السلم. برضه في النهوض، الطفل العادي او الشاب العادي مثلا لو جالس على الارض مثلا ممكن يقوم مره واحده ويجري، هي لا، لازم تبتدي تسند وتقوم على مراحل. بعد كده المرحله يعني بعد كده في الحركه وصعوبه في الحركه شويه، صعوبه في الحركه شويه وفي الانتاج العام. يعني البنت مش قادره مثلا تروح دروس، مش قادره تروح مدرسه، مش قادره تواصل حياتها زي اي بنت في سنها. بعد كده تبتدي بقى مرحله الالام، بعد كده تبتدي تشتكي من الم، واشهر الم الم حول مفاصل الحوض او اسفل الظهر. وفي الايدين بقى الام عامه. ليه اكثر يعني ظهور الالام بتبقى في مفاصل الحوض والظهر؟ عشان عليها ستريس اعلى، عليها تحميل اعلى. المناطق دي مناطق محتاجه قوه شديده، لان هي تعتبر اعلى مناطق عندها تحمل. وتبتدي البنت تشكو من اعراض عامه، تقول انا عندي مثلا وجع في الحوض، عندي وجع في ظهري، عندي وجع في ركبي. فتبتدي تروح تكشف مثلا بعد فتره. يبتدي الطبيب المعالج يظن ان هي مثلا حاجات لها علاقه بالروماتيزم وخلافه. والحقيقه احنا عاملين اعراض مشابهه، وعاملين بحوث عن الموضوع ده. دي بتبقى مشكله يا دكتور ان فعلا في اعراض مشابهه لامراض، ما تبقاش هي فعلا تشخيص المرض هو نفس الاعراض اللي هي حاسه بيها. ان ما كانش الطبيب المعالج مدرك او في باله القصه دي هيتاخر التشخيص. واحنا فعلا بقول لحضرتك عملنا بحوث كده، لقينا ان معدل التشخيص بيتاخر لمده قد يكون سنتين احيانا. سنتين ده حقيقي للاسف. الطفل بيلف احيانا، بتقعد تعاني يلف من ويعمل دكتور لدكتور لدكتور وياخد مثلا مرحله 3 شهور هنا 3 شهور، لغايه ما يبتدي
يبتدي يوصل مرحلة ممكن يقعد فيها اللي هي آخر مراحل لين العظام الشديد في سن البلوغ بالذات. تبص تلاقي الطفل خلاص مش قادر بقى يمشي، يبتدي يتسند، يبتدي مثلا يستعين بمشاية، يبتدي يسندوه الآخرين. وطبعا هي دائرة بقى، دائرة البنت مثلا خلاص مش قادرة تمشي، بتقعد في البيت منعزلة عن الشمس، بتبتدي نفسها تتعب شوية، تبقى قلة الأكل، محدش في باله يديها مثلا لبن أو زبادي أو يعرضها للشمس، تخش بقى في مرحلة تزيد القصة وهكذا. طب الكمية اللبن يا دكتور، هل مثلا كوباية لبن كفاية سواء في السن البلوغ البنات أو الولاد؟ في الأشخاص العاديين كوباية كفاية، في مراحل البلوغ على الأقل مما يعادل كوبايتين في اليوم، أو مما يعادل مثلا ما نسميه بحوالي 400 وحدة دولية من فيتامين د اللي هي موجودة في كوباية لبن أو موجودة في كوباية زبادي أو موجودة في جبن. موجودة في الجبن بالضبط كده. يعني هو لو حافظ على معدل تغذية المنظر ده أعتقد هيبقى يستفيد بيبقى كويس جدا. طب بالنسبة لكبار السن يا دكتور، إيه شكل لين العظام بيبقى عندهم؟ يعني إيه هي الأعراض اللي ممكن يحسوا بيها؟ برضو هل مناطق الآلام أو الأعراض بتبقى نفس هي عند الأشخاص زي ما اتكلمنا بالنسبة لسن البلوغ عند البنات أو الولاد؟ هو الحقيقة هي نفسها تقريبا، اللي هي بداية مصابة في المشي وصابة في الحركة. والمشكله كمان ان يعني السيده او الرجل بعد سن اما يبتدي يكبر شويه يبتدي مثلا يؤدي الرساله، ويبتدي يكون في اخرين بيقوموا بالاعمال اللي موجوده، يبتدي يرتاح تماما، يبتدي يبقى قليل في الخروج والمشي، يبتدي يقول لك خلاص بقى انا مثلا هقعد ارتاح وحاجات زي كده. دي مشكله حقيقيه في كبار السن، لانه احيانا بيعزي هذا صعوبه المشي وكده على السن، يقول لك انا خلاص مثلا ده كبر بقى مش قادر يمشي كويس والكلام ده. لان الكلام ده برضه مش صح خالص، لان الانسان طول ما هو عايش ممكن يمشي بكفاءه عاليه جدا حتى لو عنده 90 سنه. ف يعني الحركه عموما يا دكتور مهمه للعظام، مهمه جدا. المنبه الاساسي للعظام والمفاصل هي الحركه. بمعنى ايه؟ والستريس. يعني مثلا لو فرضنا ان احنا مثلا جبنا مثلا شخص عادي وبيتحرك حركه عاديه، وشخص جالس تماما ما بيتحركش حركه عاديه خالص، وقسنا كثافه العظام في الاثنين، هنلاقي اللي بيتحرك كتير او الرياضي هنلاقي الكتله العضليه عنده احسن طبعا. الكتله العظميه عنده احسن، وده بيبان قوي للي عنده مثلا طرفين، طرف ضامر وطرف سليم، زي مثلا المصابين بشلل الاطفال او غيره، بنلاقي العظمه هنا حجمها وقوتها كبيره وهنا صغيره عشان دي حركتها اقل شويه. مع اتصال نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. الله يخليك ويبارك فيكم، واللي عام وانتم بخير. وانت طيبه وانت صحه وسلامه. ربنا يكرمك ويشفيكم شر الامراض يا رب. الله يخليك، اتفضلي. انا عندي اتصال. عندي التهاب عظمي غضروفي مفصلي في الركبتين. وخدت من 20 سنه. كان الله يرحم دكتور سلامه فتح دب كان بيعلمنا الله يرحمه رحمه الله عليه. اخدت كنت زون في الركبه بس ساعه ورجعت زي ما كنت حلوه قوي وفرحت قوي بنفسي. والوقت انا مش عارفه امشي خالص، بتحجز على العصايا. عمرك كام سنه يا امي؟ انا عندي دلوقتي 70 سنه. ربنا يديك الصحه. وزنك تقيل ولا حاجه؟ عندي طولي 162، الوزن 84. 84. طب هرد على حضرتك. حاضر. وانا دلوقتي تعبانه خالص، بيقولوا لي بنصحوني عن نعمل عين الركبتين. عين الركبتين ولا اعمل ايه؟ طب انا في السن ده انا مش قادر امشي. هنجاوبك. سلامك الف سلامة. بمشي على اوقات، بخش الحمام بصعوبه. شكرا ليكي، هنجاوبك. شكرا حبيبتي. ده من ضمن المشاكل اللي بتخلي الانسان حتى واضح الحاجه ربنا يديها الصحه والعمر نفسيا مضطربه شويه. طبعا مقصره، مش قادره تمشي، مش قادره تمارس حياتها الطبيعيه. هو طبعا بيبتدي ديت الخشونه او ما يسمى التهاب العظم الغضروفي ده بتبدا. هي قالت ان هي كانت اتعالجت منها ورجع مره ثانيه رجوع. ده العلاج التحفظي اللي هي مسكنات وملينات للمفاصل، وفي حقن مفصلي دلوقتي بيريح فتره. ولكن طبعا دي كلها يعني الحقيقه الست المصريه والراجل المصري عبال ما بيكشف بياخد وقت شويه. فهي الخشونه واضح انها عندها من بدري، واضح انها درجاتها شديده جدا. فكل الطرق التقليديه في العلاج يعني بتجيب نتائج مؤقته او يعني غير مجديه في الاخر في التوتال يعني. فابتدي احنا الحاجه ديت المفروض انها تعمل اشعاعات، بنشوف درجه خشونه العظام دي قد ايه. غالبا في السن ده بيكون ابتدي يحصل اعوجاجات في الركبتين، يعني ابتدي تحصل تقوس، ابتدي يحصل ما بتتفردش للاخر الركبه، بقى في صعوبه شديده جدا في الحركه. ده كل ده بسبب الخشونه يا دكتور ولا اسباب اخرى؟ متاخره بقى. يعني خشونه متأخرة. قد يكون هناك اسباب اخرى زي روماتيزم، زي نقرس، زي روماتويد، زي ولكن ده كله بتعرف بالفحوصات والاشعاعات والتحليلات.
يعني طيب هي ان هي تعمل اشعه تروح لحد متخصص عظام مثلا جراحه العظام وتعمل اشعه تعمل اشعه وتحاليل وبعدين هيقيم الوضع. لو الوضع قابل للعلاج الدوائي ممكن، لو غير قابل للعلاج الدوائي تبتدي يعمل حقن مفصلي، لو غير قابل للحقن المفصلي بتبتدي تعمل عمليات تغيير مفاصل للركبتين. ودي عمليه ناجحه جدا في مصر وكويسه، ونقول لها لو انت صحتك العامه جيده ممكن جدا تقدم على هذه العمليات، نتائجها كويسه جدا وناجحه في مصر. طب بالنسبه للعظام يا دكتور، هل ليه انواع او درجات؟ طبعا احنا كنا قلنا ان هو في انواع ممكن نتيجه نقص كالسيوم، نقص تغذيه، كنا قلنا مثلا ممكن يكون نتيجه ان التغذيه جيده ولكن مفيش استفاده منه نتيجه مشكله في الجهاز الهضمي مثلا او غيره. طبعا ده بيتعرف، طبعا الاعراض واحده، فبتدي المريض بيروح للطبيب بيعرف ان عنده عظام، يبتدي يشخص ويقدر يعرف من خلال التحليل والفحوصات ده النوع رقم كذا او نوع رقم كذا. الدرجه بقى هي تختلف الحقيقه، يعني في معظم الاحوال والحمد لله يعني بيكتشف الموضوع ده في الدرجه المتوسطه او الدرجه اللي هي ما قبل الشديده. ان الطفل خلاص مش قادر يمشي، يبتدي ما كشف مره واثنين، بدا بقى يروح لحد متخصص اكتر، يكتشف المرض ده. العلاج طبعا يعني بيستمر من شهر لثلاث شهور، بيتحسن الطفل تماما او الكبير تماما تماما، يبقى كويس خالص. في بقى مراحل ده بالعلاج ممكن يتحسن يا دكتور؟ ده علاج دوائي دوائي كافي جدا ان هو طبعا جرعات معينه من فيتامين د والكالسيوم. يعني ممكن ياخد علاج دوائي لمده قد ايه ويحس بتحسن؟ من حوالي شهر تقريبا، شهر من 4-6 اسابيع يبدا التحسن، يبقى جيد جدا. خلال 3 شهور بيرجع لطبيعته وبيكون نشيط جدا جدا. وبعدين المريض يعني بيحس بفرق جامد. اكتر يعني ان احنا بنركز على ايه؟ هل الكالسيوم فيتامين د ولا بيبقى فيه طبعا ادويه اخرى؟ لا، هو العلاج كذا حاجه. الشيء الاساسي والاهم قبل ما نكتب علاج بننبه على المريض، انت لازم تاخد مثلا كميات كويسه من اللبن، لازم تتعرض للشمس بطريقه معينه، او الام تعرض طفلها، او الام اللي بترضع بنعالج الطفل وندي الام كالسيوم وفيتامين د برضه عشان تبقى عندها مسؤول. طبعا وقت الرضاعه لازم ان هي تهتم. هي دي طبعا العامل الثاني بتاع، بياخد بقى المريض حسب حجمه وحسب درجه لين العظام اللي عنده ده، نبتدي نديله فيتامين د بجرعات معينه وكالسيوم، ونفهمه ان القصه هتاخد تحسن تدريجي. لان الانسان بيبقى نفسه مثلا ياخد العلاج النهارده يقوم يجري بكره على طول، يبقى متشوقين ان هم يتحسنوا ويبقوا يشوفوا النتيجه سريعه. لدرجه يعني في حالات كتير معانا الحقيقه، مثلا الطفل او الشاب او من كتر ملف على على تعب خلاص، مثلا سنتين بيتعالج مبقاش عنده ثقه في يقول لك طب انا، فنقول له خلاص احنا مثلا ايه بعد شهر ممكن ايه نبتدي نقيس المعدل، ويبتدي يجي فرحان ومبسوط ان هو بقى انسان تاني. درجه شديده من دين العظام الحقيقه يبتدي يحصل فيها تشوهات او كسور في بعض مناطق الجسم وخاصه في المفصليه الفوق. في المراحل الاخيره يا دكتور، يعني دي نقدر نقول ان هي من مضاعفات لين العظام اللي هو بعد كده ممكن يحصل، ودي غالبا بتحتاج تدخل جراحي لاصلاح التشوهات او تغيير المفاصل او خلافه. حسب الكسور بتحصل يا دكتور من حتى لو حركه بسيطه، حركه طبيعيه يعني، غير حركه من غير حركه، يعني مجرد استرس عادي جدا. ممكن الطفل وهو ماشي مثلا مشوار يحصل تشققات او شروخ، ما بتبقاش كامله، العظم بتبقى لينه شويه، يبتدي يعني يحس ان هو البنت او الولد يقول لك ده انا السنه دي رجلي اتعوجت، ما كانتش كده، او مثلا حسيت ان انا قصرت شويه، العمود الفقري حصل انضغاط، او مثلا الحوض مش قادر امشي كده يعني. وده اكتر يا دكتور بيبقى هو التقويس بالنسبه للقدمين او بالنسبه للايدين، ده اكتر الساقين ده في الاطفال الصغيرين بقى بيكون تقوس الساقين ده يمكن اهم علامه بتجبر الام ان هي بتروح للدكتور. يعني حوالي 90% تقريبا او 95% من الاطفال الصغيرين بيتحسنوا تماما بالعلاج الدوائي والشمس والتغذيه. ان هم بييجوا بدري شويه، بييجوا في السنه الثانيه من العمر. في السنه الثالثه يعني فرصتهم في الشفاء الكامل اقل شويه. بعد 3 سنين غالبا بيحتاج جراحه الطفل. بس حتى ممكن يعني يشوفوا نتيجه سريعه برغم ان حصل ممكن يحصل التقويس. بس مش السريعه دي يعني 6 شهور. من 4-6 شهور. وفي نفس الوقت بيحتاج علاج طبيعي مع العلاج لا لا لا، بس هو النداء برضه الامهات يعني، لان كتير مثلا بيجوا لنا في العيادات يقول لك انا رحت للدكتور واخدت العلاج والولد زي ما هو. فنقول لها مثلا بقالك قد ايه؟ مثلا بقالي شهر. نقول لها لا، تنتظري على الاقل من 4-6 شهور بالعلاج عشان العيادة يتحسن. انما هو مش هياخد فيتامين د الرجلين زي ما بترجع طبيعي، ترجع طبيعي تماما، لان الطفل زي ما قلنا لحضرتك الجهاز الحركي او العظمي ده له دوره عظام، يعني بيبني، ولما بيبني بيبتدي يتحسن، بيبني في الاتجاهات السليمه
ولما المنتجات السليمه الطفل وهو بينمو في الشهور ديت بينمو على السليم فبتدي يتحسن جدا. بس التقويص الاطفال ممكن يحصل في بعد سن البلوغ مثلا او بالنسبه للسن الكبار ما يحصلش الا في السن المبكر قوي او مرحله البلوغ. اه لو عدى الطفل مرحله البلوغ ما يحصلش وجاجات خلاص مش هيحصل لان وش هيطول تاني اعراض اخرى اللي هي اتكلمنا عليها اللي هي اتكلمنا عليها. وطبعا دي بتحصل اكتر لو الانسان فقد كميات كبيره من الكالسيوم وخاصة في البنات اللي هم بيتجوزوا بدري مثلا بتخلف على طول ما بتاخدش بيبقى لسه هي مثلا في مرحلة النمو سن 14 15 لسه البنت بتكبر لسه محتاجة كالسيوم تبتدي تخلف عيل او اتنين تبتدي تربع تبتدي تفقد اكتر واكتر فلما بتاخدش كمية كافية من الكالسيوم فيتامين د تبتدي تخش في العظام على طول. دكتور محمد بشكرك لوجودك معانا وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها وشرفتنا. شرفت مرسي جدا. شكرا مشاهدينا.